سيد الوزير، طبيعة الحال أنا ركزت سؤالي على تثمين المنتجات البحرية، لأنه كيف ما تعرفوا على أن المغرب توجد فيه العديد ولا المئات من الوحدات ديال التجميد، هذه الوحدات التجميد خاصة تخرج من هذه الوضعية ديال التجميد للتثمين، خاصكم ديروا برنامج في المستقبل، استراتيجية جديدة في المستقبل تروم إلى تشجيع هذه الوحدات بطبيعة الحال لكي توجد منها في الداخل وحده ديال التجميد، انكم تدعموها برنامج حكومي باش تخرج من التجميد لتثمين المنتجات تخرج للسوق نيشان للمستهلك باش المغرب يكسب منها عائدات مهمه وكثيره. ما يفوتني بالمناسبه انكم تطرحوا ضمن صلب هذه الاهتمامات ديالكم العاملين بقطاع الصيد البحري بصفه عامه من بحاره وخياطه وميكانيكيين وكل ما له علاقه بالقطاع، وشكرا سيد الوزير. انا افتقلتها بانه الا كاين شي استراتيجيه اللي عطات نتائج ملموسه واضحه شيفري وكانوا اهداف مرقمه ودخلنا للتنميه المستدامه وتكلمنا على التثمين والحفاظ على الموارد يعني اللي سميتو وتحسين ديال الدخل ديال الصياد ولاسبي سوسيال، انه جميع الصياده اليوم عندهم سي ان اس اس وعندهم لايمو، كل هذا الشيء هذا راه الا كاين شي يعني استراتيجيه اللي عطات الاكل ديالها راه هي هذه. ولاجل تثمين الطاوة السمكيه وتسهيل التسويق تم تجهيز تقريبا 6600 قارب على مستوى المناطق الجنوبيه بهذوك العازل ديال الحراره اللي كيسميوهم لي زيس بوكس، تقريبا 20000 صندوق اللي تعطات للبحاره باش يجيو المنتوج ديالهم ديال الصيد البحري فواحد لي فريغو اللي هما مباردين باش يكونوا لا كاليتي باش يقدروا يبيعوهم باثمنه مزيانه. كما تم ارتفاع عدد المصانع ديال الثلج. انا في الداخله ذاك النهار كنت فيها، النهار اللي مشيت ليها هذه 7 سنين، كنا كنقلبوا على الثلج والسيد المستشار انت من منطقه وكتعرف هذه الاشكاليه. الداخله كنا كنقلبوا على الثلج ما كنلقاوش. اليوم تبارك الله يعني لا الخواص ولا الدوله، كل شيء عمل استثمارات والثلج موجود، والثلج راه هو يعني لونير ديال لاكاف بالنسبه للمنتوجات البحريه باش يبقى يعني في واحد سميتو. اذا دزنا من 10 ديال المصانع ديال الثلج ل 101 مصنع ديال الثلج. انا متفق بانه خصنا مازال نحسنوا، انا متفق بان هذا الشيء ديال الكونجلي خصنا نشوفوا في الامكانيات ديالنا في المستقبل باش يمكن لينا نتمنوا اكثر. انا ما نكرش ان هذوك اللي فريقوا يبداو يخدموا للمغاربه، استاذير بلي يصيدوا يستوكيو ليهم، لانه كاين واحد الوقت اللي كتكون الصياده اكثر من داكشي ديال لا بوديكسيون في الجزائر، يستوكيو ليهم ومن بعد يصيفطوا ليهم في المعامل ديالهم باش يشتغلوا 100%، ما نصيفطش يعني لبعض الدول اللي هي كتنافسنا باش تعمل. انا متفقين، وهذا الشيء غادي نلقاو ليه الامكانيات ديالو، غادي نلقاو ليه زوتي باش نوصلوا ليه في المستقبل، ولكن ديجا انه وصلنا لواحد التوازن مع مالين دقيق، لقينا واحد ليكيليب وواحد التوازن اللي هو ايجابي بالنسبه للتنميه المستدامه. دابا غنلقاو ان شاء الله في المستقبل كذلك واحد التوازن مع مانين لي فريغو باش هما يخدموا والبلاد تزيد تخدم ان شاء الله في لا ترانسفورماسيون ديال لي برودوي دو لا مير. وهذه راه بدايه، الاهم انه يعني لو كاب دابا واضح فين غادي نمشيو، والنتائج الحمد لله ما خيباتش.